يقول: إذا قدر الإنسان بين البقاء مع الوالدين والبر بهما أو الهجرة من بلاد الكفر، فأيهما أولى؟ إذا كان الوالدان يحتاجان لك فيجب عليك أن تبقى معهما وأن تخدمهما وأن تبر بهما، لأن حقهما واجب عليك بعد حق الله سبحانه وتعالى، مع تمسكك بدينك، مع تمسكك بدينك، تمسك بالإسلام، وتقوم بحق الوالدين.